اتفاقية هي الأولى من نوعها في العراق بين محافظة واسط وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مشروع كلفته بلغت أكثر من مليار دينار، والهدف تدريب 500 شخص فقط وتأهيلهم لدخول سوق العمل. اليوم محافظة واسط وقعت برنامج مهم جدا لتشغيل الشباب، مدة الورشة 45 يوم، مبلغ المبلغ المخصص لهذه الورشة حوالي 900 ألف دولار. هذا مبلغ كبير جدا بالنسبة لهكذا مشاريع، بالتأكيد هذا راح يحقق نتائج طيبة في دعم سوق العمل وأيضا تشغيل الشباب. الورشة ورغم ترويج المسؤولين على أنها ستساهم في مكافحة البطالة، إلا أنها لاقت سخرية وغضبا من شباب واسط الذين أبدوا استغرابهم من استهداف 500 عاطل عن العمل في وقت تعج فيه المحافظة بآلاف الخريجين الجامعيين والعاطلين. ما يكفي هذا العدد، لذلك هي شغلة عيب. اليوم أنا أطور لي فد مشروع معين، وهذا المليار أضيف فوقه فلوس حتى أشغل العاطلين، أشغل الخريجين. أنا جايتني منظمة مطيتني أكثر من 1 مليار، زين هاي محتمل شنو الفلوس وين راح تروح؟ شنو ذول 500 راح يجون؟ ما نعرف. يعني الشغلة إذا نريد نقول عليها مبهمة، نريد اليوم أنه أكو عمل جاد، أكو اليوم نطور مشاريع صناعية بالمحافظة نشغل بها أكثر عدد من الخريجين وأكثر عدد من العاطلين. محافظة واسط الغنية بمواردها وإمكانياتها، يستغرب سكانها من انتظار الحكومة لبرامج خارجية بهدف تشغيل الشباب، ويتساءلون عن غياب مؤسسات الدولة التي من المفترض أنها تكافح البطالة التي أصبحت كابوساً أطاح بأحلام الشباب. يا ترى السؤال للحكومة المركزية والمتمثلة بحكومة السيد السوداني، هل هي عاجزة عن توفير هكذا دورات للشباب؟ علما أن المحافظات العراقية تعاني من البطالة ومن تخمة البطالة وتخمة الشباب اللي ما لاقي شغل بصراحة. لعل اللافت المؤلم أن العراق بات ضمن قائمة أكثر دول العالم التي تعاني من الفقر والبطالة وارتفاع حالات الانتحار رغم غناه بالثروات والموارد، فلطالما كان الفساد مصدر تمويل الطبقة السياسية بحسب معهد واشنطن للدراسات.